أحسن الله إليكم وبارك فيكم الشيخ. هذا سائل يقول بأنه محافظ على العبادات والنوافل والصلوات، يقول الفتور الذي يعتريني يا فضيلة الشيخ عن العبادة، ما علاجه؟ وهل آثم إذا تأخرت أو تراخيت؟ عن الفريضة لا يجوز لك التراخي والتأخر، بل عليك بأداء الفرائض في أوقاتها ومع جماعة المسلمين. وأما في النوافل فاحرص على الإتيان بها، ولو قدر أنك تكاسلت بعض الأحيان فهذا لا حرج فيه لأنها غير واجبة، لكن عليك بأخذ نفسك بالعزيمة وتعويدها على فعل الطاعة والمداومة عليها، وبذلك تألفها. نعم.